أميتاب باتشان كان عنوانا للأساطير الجميلة اللي فيها الخيال الهندي، خيال الأفلام الهندية، الأغاني وقصة الحب والمزج الاستعراض الجميل بالحكايات الإنسانية والحكايات الخيالية. انفصال أميتاب باتشان بعد 44 عاما قصة حب مع زوجته، عاش معا كل هذه السنوات، كيف ولماذا حدث الانفصال بشكل مفاجئ؟ الأوساط الشعبية العادية زي ما بتهتم بالنجم بأعماله الفنية، كمان يمكن إنها تتأمل في بعض المواقف الخاصة في حياته. قصة حب طويلة، لماذا انتهت هذه النهاية الحزينة؟ بعد قصة حب كبيرة وحياة زوجية مستقرة دامت لأكثر من 44 عاماً، انفصل النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان وزوجته الفنانة جايا باتشان. الخبر الذي نزل كالصاعقة على الوسط الفني في بوليود وكذلك محبيهم في كل أرجاء العالم، بعدما شهدوا على قصة حبهما الكبيرة التي رسماها في العديد من أفلام بوليود. جمع الحب أميتاب باتشان وزوجته جايا باتشان في أعمالهما الدرامية الهندية وفي الحياة الحقيقية، وازدهر خلال تصوير فيلم زنجر وتطور لتبدأ حياتهما الزوجية عام 73. नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो अपना काम कर रही थी। मैं तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे थोड़े से ही फासले पर एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और तुम अपना काम करती रही। رغم ما حققته جايا باتشان من شهرة فقد اعتزلت وهي في قمة مجدها لرعاية زوجها وابنها بهشيك وابنتها شويتا. رغم الحب المتواجد بينهما إلا أن حياتهما كثنائي مشهور من نجوم بوليود لم تكن سهلة لكثرة الشائعات التي كانت تلاحق أميتاب باتشان حول علاقاته قبل الارتباط. بعد خلافات كثيرة بين أميتاب باتشان وزوجته جايا باتشان تم الانفصال بالفعل منذ أشهر، لكنهما اتفقا على السرية حفاظا على الروابط والاحترام المتبادل والعلاقات الأسرية. قصص الحب بين النجوم والمشاهير يراها المشاهدون ويتعلقون بها ويحملون أن يعيشوا نفس القصص، خاصة بعد نجاح أحدها سنوات كثيرة، وهو ما يصيبهم بالصدمة عند سماع خبر انفصالهم، وذلك لارتباطهم بالقصة الحقيقية وأبطلها على أرض الواقع. ओ आजा जा रब्बा इश्क़ दी खोल गुत्तियां।